طول الوقت بيكون في نوع من النقد الدائم كده بيقولوا الناس اللي شغالين في الفن، وهو ان مش اي حد سمع شوية على السوشيال ميديا يبقى ممثل. في تجارب فعلا لممثلين بدأوا من السوشيال ميديا، لكن لحد دلوقتي ما شفنا لهاش مردود كبير. يمكن بس الفنان احمد امين اللي بدأت شهرته من خلال فيديوهات على السوشيال ميديا واللي كانت بعنوان 30 ثانية، لكن غير كده ما شفناش حد نجح تاني جاي من الطريق ده. لكن الغريب ان في فنان بيبعد عن المجال بنفسه ويروح للسوشيال ميديا. انا آية يونس وده موضوعنا النهاردة، بطلته هي رندا البحيري. الفنانة رندا البحيري طبعا غنية عن التعريف، ليها أدوار كتيرة وشاركت في أكتر من 100 عمل فني. يمكن أشهر أعمالها كان فيلم جواز بقرار جمهوري ومسلسل حكايات زوج معاصر وفيلم أوقات فراغ وفيلم خليج نعمة وفيلم قبلات مسروقة وفيلم أسوار عالية. طبعا مش هننسى دورها في كوفيد 25 وشوية أعمال تانيين، لكن ما شفناش لحظات توهج لرندا البحيري زي انطلاقها زمان. اتولدت رندا البحيري في 18 أغسطس سنة 1983 في القاهرة، عندها أخ هو أحمد وأخت وحيدة هي رنا. أيوة بالظبط كده، هي مش أخت رندا البحيري يا جماعة، ولكن هي قالت طبعا يشرفني تكون أختي، لكن كل الموضوع إننا زملاء في الوسط الفني. درست رندا البحيري أداب إنجليزي في جامعة القاهرة، واتجوزت رجل الأعمال سعيد جمال سنة 2009، خلفت منه ابنها ياسين في 2010، ولكن حصل الانفصال بعد كده في 2011. رندا كانت بدايتها من خلال الإعلانات والفيديو كليبات الغنائية، يعني شاركت الفنان حمادة هلال في فيديو كليب أغنية كل ما فكر فيك، لفتت الأنظار لحضورها قدام الكاميرات. بعد فترة قصيرة من دخولها التمثيل بقت من أهم الممثلات الشابات في مصر. آخر ظهور معروف لرندا البحيري، أو خلينا نقول حدث سلط عليها الضوء، كان بعد انتهاء مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، لما قالت نصا كده بيموتوني بالحياة، وده بسبب إنها ما تمش دعوتها لحضور فعاليات المهرجان، وده ضايقها جدا. رندا البحيري كتبت على فيسبوك بوست وقالت فيه ان هي كانت بتروح المهرجان وحريصة على حضور كل فعالياته لحد ما تغيرت الإدارة ومبقاش يجيلها دعوات. وكتبت رندا وقالت القائمين على المهرجان اتغيروا، وهوب من ساعتها اتقطعت الأخبار والعنوان. قالت كمان بجد انا عندي عزة نفس كبيرة قوي، واي مكان مش عايزني هو اللي خسران. وبعدين رجعت كده لمحت للشخص اللي مسؤول عن عدم دعوتها وقالت المهرجان ده اللي ما بيبعتليش كان مدخل أفلامي على هامش المهرجان بتتعرض فيه وكنت مرشحة لأكتر من جايزة. قفلت كلامها بقى بجمل صعبة، بيحاولوا يموتوني بالحياة ومش معترفين بوجودي، أنا كمان مش معترفة بوجودكم. المهم يعني ان رندا خلال السنين الاخيره مش ظاهره على الساحه الفنيه، بالرغم من انها بتشارك في بعض الاعمال، ولكن مفيش ظهور بيسمع يعني. ولكن هي كانت مركزه نشاطها في اتجاه تاني خالص وهو السوشيال ميديا. رندا طول الوقت بتشير فيديوهات عن الحيوانات وتربيتهم ومدى حبها ليهم، وبعد كده بقى دخلت أكتر وبقت تعمل فيديوهات مشتركة مع المشاهير على السوشيال ميديا واللي هم محققوش نفس نجوميتها في عالم الفن. رندا بيتابعها ناس كتير، ولكن اللي واضح انها تراجعت خطوات كتيرة في مشوارها الفني اللي كان واعد جدا، راحت لمنطقة ما كانش المفروض ترجع لها، في حين ان هي اللي بتعمل معاهم الفيديوهات دي بيسعوا لجزء ولو بسيط من نجوميتها. طبعا التواضع شيء جميل، لكن برضو المشوار الفني ليه أهمية لازم نحافظ عليها. يمكن أطلع مرة ولا حاجة علشان ده اتجاه عام والناس بتتابع السوشيال ميديا كتير قوي، لكن ما يبقاش ده هو الطريق الأساسي. بشكل عام في نجوم كتير ويمكن معظم المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا وبيظهروا عليها وبيشاركوا في التحديات بتاعت التيك توك وغيره، ولكن كلهم مركزين في مسارهم الفني واللي بيبنوا بيه تاريخ. يا رندا احنا بنحبك وبنقولك اعملي اللي انت عايزاه على السوشيال ميديا، بس لازم تركزي في كاريرك الأصلي.